السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نمزج بين صورتين. مثلا الصورة ديت هاخدها كده كوبي، تمام، هحطها هنا، وبعدين هاخد مثلا صورة زي كده هاخدها كده كوبي، وهاجي هنا هعمل الدليل الخاص بيها، تمام، وبعد كده هحط ديت واعمل لها الدليل الخاص بيها. كده انا عندي صورتين وعايز اخلي جزء منها يظهر هنا والجزء التاني يظهر الناحية التانية، فهاجي هنا اقول له اعمل لي ماسك، اد لير ماسك، واقول له خليها وايت، اوكي. طيب وهبدا اقول له اعمل لي تدريج، اجي هنا واقول له ان انا عايز اعمل تدريج. هتلاقي هنا ممكن تلاقي دي اللي موجوده، فممكن تدوس حرف جي وتختار تدريج وهتبدا تعمل تدريج. هتقول له انا مثلا نورمال بالشكل دوت، فيبدا يعمل لك تدريج. زي ما انت هتحرك الماوس بتاعك هيبدا يعمل درجه التدريج اللي انت عايزها، ممكن بالشكل دوت. يبقى احنا كده شفنا ازاي نعمل ماسك وازاي نعمل دمج بين صورتين بصورة سهلة جدا على برنامج جيم. هو برنامج اوبن سورس ومجاني.